وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول الشاعر: تعلم العلم واقرأ، تنى الفخر النبوة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما بعد، في عجالة سريعة النهاردة عن القواعد الموضوعية للمرافعة. كنت أشرت قبل كده في لقاء عن التأني والربط في الدفوع، وإني لا أنقل الدفوع نقل حرفي شكلي دون أن أفحص جيدا ملف الدعوة، وأفحص جيدا الجزء الخاص أو القصور الخاص في الملف المرتبط بهذا الدفع. بمعنى أن دائما نسمع تلقين الدفوع. كتير من الزملاء وللأسف الشديد دون اقتراس ودون قراءة ودون اطلاع، مجرد ما يسمع يقول له هي قضية ايه، يقول له دي قضية ضرب، دي فيها تقرير طبي، مباشرة يقول له ادفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. ما قد يكون الدليل القولي متفق مع الدليل الفني، ازاي ادفع بالتناقض غير ما اطلع، من قبل ما اطلع او من قبل ما اشوف اذا كان فعلا في هناك تناقض ما بين الدليل القولي وهي اقوال المبلغ وما ورد في التقرير الطبي. لو الاقوال متطابقه يبقى مفيش تناقض، يبقى الدفع لا يرتد به، وهكذا قياسا على باقي الدفوع. كل دفوعنا في اي مرافعه يجب ان تكون دفوع ما تم بحثها وتم تمحيصها بشكل موضوعي، وليس بشكل او بصوره شكليه بمجرد ان سمعت او قرات ان يتم الدفع في جرائم القتل بكذا وكذا، يتم الدفع في المخدرات بكذا وكذا، وناخذ هذه الدفوع بشكل او بصوره شكليه فقط. يجب ان يكون هناك ربط وفحص لاختيار الدفوع. فعلى سبيل المثال في المرافعه الاخيره اللي تم تداولها وتم رفعها، تناولت 10 دفوع في هذه القضية وهي جناية مخدرات، تجار المخدرات. بدأت فيها بالمنازعة في القيد والوصف. القيد والوصف لازم أكون عارف أولا إيه المقصود بالقيد والوصف. لازم أكون عارف إن القيد والوصف هي المادة القانونية اللي حددتها قانون العقوبات وتنطبق على هذا الفعل. لو هناك أي فجوة أو خلل ما بين الوصف القانوني، والمسؤول عن ذلك هي سلطة الاتهام وهي النيابة، بتقوم بوضع الوصف أو القيد والوصف طبقا لكل جريمة. لو هذه الجريمة أو الواقعة كما تم تصديرها في المحضر وفي الأوراق اللي موجودة أمامك كقضية لم يظهر بها هذا الوصف، يعني تم تقديم المتهم بالمادة 34 ألف من قانون المخدرات، وهي تنص على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو جواهر مخدرة بقصد الإتجار. يبقى إذن أبدأ أبحث في هذه المظاهر، أين هي مظاهر الإحراز، أين هي مظاهر البيع، أين هي مظاهر الشراء، أين هي مظاهر الإتجار بصفة عامة. من هنا يبدأ يكون دفعك دفع موضوعي، دفع جاء بعد تمعن وبعد قراءة متأنية لملف القضية. الدفع الثاني كان بطلان القبض والتفتيش لتمامهما دون مصوغ من القانون. كتير جدا بنسمع الدفع ده، وكتير جدا بنسمع الزملاء بيدفعوا بهذا الدفع، ومجرد ما يسمعوا يقولوا ادفع ببطلان القبض والتفتيش. امتى ادفع ببطلان القبض والتفتيش؟ اذا انتفت حالات الاذن. يعني انا النهارده رايح اقبض على شخص المفروض معايا لا اما يكون حاله تلبس طبقا للماده 34 من قانون الاجراءات، لا اما يكون في اذن. لو انا رحت نفذت قبل صدور الاذن يبقى هنا هنقول بطلان، لان مفيش اذن ومفيش حاله تلبس. يبقى لازم اقرا الملف جيدا، لان كل دعوه ايا كانت متشابهه
ايا كانت المسميات، ما ناخدش بالمسميات، مش مجرد ان هي دعوه ان انا بترافع في جنايه مخدرات يبقى خلاص كل الدفوع اللي اتقالت في قبل كده في المخدرات هي هتصلح. لا، كل ملف، كل قضيه لها خصوصياتها، ولذلك كل قضيه لها دفوعها ايا كانت متشابهه. الدفع اللي بعد كده كان بطلان القبض والتفتيش، اسف، ده كان الدفع اللي قبليه. الدفع اللي بعديه كان بطلان اذن النيابه، الاذن نفسه باطل، بطلان الاذن. ليه؟ لان انتفت اركان صدور الاذن، النيابه العامه او النيابه العسكريه او ايا كانت الجهه مصدره الاذن بتستند طبقا للقانون، اما ان يكون هناك تحريات جديه او ان يكون هناك حاله تلبس. طيب قبل ما ادفع بالدفع ده لازم اراجع ملف القضيه كويس، لازم ابدا اطلع هل التحريات فعلا في حاله انه بنى اذنه على تحريات جديه، هل فعلا كان هناك تحريات جديه؟ هل فعلا اركان التحريات من مراقبه وتحري وتقصي، هل فعلا جاءت فعلا بشكل جدي؟ قد تكون كذلك، ولذلك لا يمكن ولا يجوز ان ادفع بهذا الدفع، فالدفع مش هيكون لي اي قيمه امام المحكمه. لذلك المقصود من هذا الفيديو اليسير البسيط هو دائما القراءه جيدا لملف الدعوه، لملف القضيه، وتحديد الدفوع بشكل موضوعي فيما يتفق مع كل قضيه على حده، وما ناخدش بالشكل العام ان القضايا الجنايات بندفع بكذا، في المخدرات بنقول كذا، في القتل بنقول كذا، في جنح الضرب بنقول كذا، في حاله وجود تقرير طبي بنقول كذا. لا، كل هذه الدفوع دفوع متفاوته على حسب كل دعوه وعلى حسب كل ملف، فلكل ملف خصوصيته التي ينفرد بها، ودائما وابدا المحامي يعمل على ان يجد الجديد، يبحث عن الجديد في ملف القضية، لا يكون تقليدي، يعني دعك من التقليدية بأن فلان قال يبقى أنا هقول، فلان عمل يبقى، لا، المهنة ما فيهاش كده، المهنة مجالها واسع، ولكن كل ذلك يأتي من خلال القراءة المتأنية لملف كل قضية، وهو ما نهدف إليه من كل فيديوهاتنا ومن كل ما نقوم بتقديمه، ونأمل أن يكون فيه إفادة للزملاء المحامين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.